زكريا شي بوش عنده موهبه واعره بزاف في تقليد الاصوات وحتى في طريقه كلام ديال الشخصيات. ما نحرقهمش كاملين، كنا ناخذوا منهم ضيفنا اليوم محمد اوزين. شط اليوم وتحاجني مع شي اوزين. سعيد جدا. انا عارفه عزيز عليك. يلا زكريا شي بوش، اعطينا محمد اوزين. اولا مساء الخير وتحيه للسي الوزير. اهلا وسهلا. الحمد لله عودتينا دائما انه في اللقاءات ديالك بصفه عامه على المستوى الاعلامي انك كتكون دائما منفتح على جميع. هذا الهدوء اللي كيسبق العاصفه البرامج. لا خليك افك باش نكونوا يعني واقعيين. انا كنقعد التجارب اللي جات انا فاش جيت الوزاره فعلا كانت شي امور اللي كان خصها تناقش وخصها هذا. مي نو بارفوا خصنا نكونوا تكون عندنا الجرأة من أجل أجرأة بعض المساطير اللي تكون يعني في المستقبل. الأمور اللي غنبقاو كنناقشوها هكا هكا لا سي با لا بين سي با لا بين. شوف هذيك المقعد وزين، شنو رأيك فيك؟ شوف هذيك الشكل تاع الراسي علاش؟ لأنه على الأقل كيعطيني كنشوف فيه المرآة ديال الشخصية أكيد أنه غادي يكون وغادي نخرج لك شي نهار. هذاك خليه بوحدو. شكرا لك زكريا شيبول، انت مع المستمعين من دابا حتى 9:12 الليل، لحظة أمل مع أمل زقر. شكرا لك سي محمد أوزين، نتلاقاو غدا معكم مستمعينا في بانوراما المساء. ختاما هذا كريم حضري يحييكم.